من اللاعبين المصريين ايضا الموجودين في الانديه السويسريه شريف اشرف، مظبوط، يمكن ومع نادي بيبينيه السويسري. شريف ما كانش من ذوي الحظوظ الكبيره هنا في الدوري المصري، ولكن ممكن يتالق ونشوفه هناك. اعتقد شريف مهاجم مميز وعنده يمكن فطره الهداف، يمكن بدا في الاهلي، كان في هداف فريق الناشئين في الاهلي فتره طويله، ثم انتقل للزمالك لكن ما كملش كتير في الزمالك، بعد كده لعب في الجونه، احترف يمكن الموسم اللي فات في فنلندا، يمكن لعب فريق اسمه هلسنكي وفريق تاني اسمه يارو، وكان هداف الفريق. انتقل بقى بالبنيه السويسري، دي اهداف معانا لشريف اشرف، اعتقد يمكن لم تعرض على اي شاشه قبل كده في مصر. دول هدفين، سجل هدفين لغايه دلوقتي وبفريق بيلبنيه، بيلعب في دوري الدرجه الثانيه. ده الهدف اللي سجله يمكن في دوري الدرجه الثانيه في مرمى فريق اسمه اهلن، كسبوا 6-2 في المباراه دي، سجل هو الهدف السادس. ثم الاسبوع اللي بعديه على طول لعبوا فريق اسمه كونكورديا بازل في كاس سويسرا، في الدور التمهيدي لكاس سويسرا، ده الهدف الثاني اللي سجله، برضه سجل هدف في المباراه دي، يعني هدفين خلال اسبوع واحد، هدف في الدوري الدرجه الثانيه في سويسرا وهدف في كاس سويسرا، وقدر فريقه ان هو يفوز 4-2 في المباراه الثانيه.